عشان الويجي. هذا الويجي طلب من التفاح ما يعطيني يا أخي، فقلت هالمرة لازم أروح أجيب تفاح. أوه هذه هي التفاح، شوفوا شوفوا، خلني أخذها معي يا حبيبي، خلني أخذ التفاح. وين باقي فيه تفاح؟ وين التفاح يا تفاح؟ وينك؟ تعال عند ماريو، ماري يحبك مرة يا تفاح. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه موية؟ ايش فيها الموية كذا لونها ذهبي؟ لا لا، شكلي حصلت بحيرة الذهب العظيمة. بس لا، هذه مو بحيرة عظيمة، هذه مجرد كذا حفرة صغيرة فيها موية ذهبية. أوه أهم شيء إنها ذهب يا حبيبي، خلني أدخل. يا سلام، الموية باردة، الموية لذيذة، فيها طعم لذيذ. يا سلام، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وش السالفة؟ ليش كذا صار في برق؟ ما علي. بسم الله الرحمن الرحيم، ليش صرت أغرق بالموية أنا؟ وش صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أطلع. يدي، أنا صرت عم، لا ما صرت عملاق، صرت قزم. لا يا سلام، صرت قزم. أوه شوفوا الوردة أطول مني. يا سلام، والله كان حلمي من زمان إني أصير قزم عشان أقدر أسرق الويجي، أدخل آخر دايموند وأصير كل شيء أسويه. والله أنا كان نفسي أصير صغير من زمان، وصح أنا أصلا صغير من أول، بس أقصد أصير صغير أصغر من أول بكثير. لكن راسي ما صار صغير يا أخي، راسي باقي كبير، بس ما عليها. أوه يا سلام، والله العظيم مرة مستانس. خليني أروح أعلم الويجي. والله تصدقون شيء، أنا ما راح أعلم الويجي، بروح أدخل على الدايموند حقه هذه بفرصتي، لأنه ما يدري إني صرت قزم. يا سلام، جايك يا بيت الويجي، جايك يا دايموند. يا أخي لو أدري إنه بيصير فيني كذا كنت من زمان رحت جمع التفاح. شلونكم؟ بشروني عنكم. انا اليوم تدرون ايش قاعد اسوي؟ رحت اشيل البيض من الدجاج حقي عشان ايش؟ اروح الشبيل عمله وارميه عليه، ارمي له البيض، لانه هو يستاهل. امس هو في حركه ما كويسه، زعلني يا اخي، اخذ الشاشات حقتي وسرقها مني. وغير اني كشفت، وانتم تذكرون اني كشفت، والحمد لله انكم كتبتوا لي في الكومنتات، لكن دي المره انا ما تشتغلي. يا ربي يا ربي، ليه ما تسرين كاميرا؟ طيب ليش؟ والله اكسرك والله. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمع دقيقة، هذه ما أخذتها منك، والله روح شريتها أنا، والله شريتها. أنا والله عارف لك مشتريها. مبروك التلفزيون، بيجيك يقول لك مبروك التلفزيون. وش التلفزيون هذا؟ التلفزيون في 4 كاميرات، قال لي القروي يوم شريته منه، قال لي هذا تقدر تشغل فيه 4 كاميرات. يا عم أنا شرشبيل، بكم اشتريته؟ ما شاء الله، بكم اشتريته؟ أخذته ب3 ستاكات دايموند 3. وش فيك تضحك؟ ضحك عليك يا حبيبي، التلفزيون قديم. أنا يضحك علي؟ مستحيل يضحك علي، أنا شرشبيل أسطوري. شغل هذا الظاهر يسوى حبة. مو قاعد يشتغل يا أخي، ما أدري إيش مو قاعد يشتغل. بتعبكم دايماً، والله شكله ضحك. اشتغل يا أخي، اشتغل. والله ما يشتغل. يلا يا عم أنا شرشبيل، أنا الصراحة جيت أبغى أديك، تدري إيش؟ كنت أبغى أديك هذا البيض. خذ لك. لا 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 لا، خرب البيض، خرب بيتي والصخرة يا حقير. ايوه الحمد لله، علشان انتقم منه. انا قلت لكم والله راح انتقم منه، راح اوريه. خلاص الحمد لله الان انتقمت منه، ابغى اروح يا حبيبي، اروح على الكوكب حقي واستانس واشتغل والعب واسوي اللي ابغى اسويه، ابغى اشوف البراء. اوه لا، هذا الحلقه نسيت يا اخي، ما يسجل فيني هدف. دقيقه خليني اشوف، اتعلم عشان المره الثانيه ما يسجل فيني هدف. والله ما خليه يسجل فيني هدف ابدا. اوه يا سلام، جيت بيت الويجي من فوق، بس الويجي ما ادري وينه يا اخي، شفته قبل شوي طار لفوق، ما ادري وين راح. خليني ادخل البيت. هذه الدريشة مفتوحه. اوه يا سلام، هذه فرصتي. وحركات الكاميرات شغاله، قاعده تراقب السجن. اي راقب السجن، ممكن الويجي باي لحظه يطلع قدام الكاميرا الان واشوفه. لا صح، دقيقه قبل لا يجي خلني احاول اسرق لي شيء من عنده. وش اسرق؟ اسرق القزم؟ لا يا اخي، انا قزم اسرق قزم ما هي حلوه. وش اسرق؟ اسرق هذه اللعبه؟ لا والله ما اقدر اشيلها يا اخي، هذه كبيره مره. حوض السمك؟ لا برضه ما اقدر. وش اسرق؟ اوه هذه صح، هذه حلوه، خليني اخذها. اوه هذه اللعبه برا اسطوريه. خليني احط اللعبه شوي في الارض، في عنده صندوق هنا يا حبيبي. ارنبي، اوه يا الويجي، طلعت انت اللي سارق العرب حقي، حسبي الله عليك، والله اوريك. خليني افتح الصندوق واشوف ايش عنده. حلو والله بالدايموند يا حبيبي. والله اخذ الدايموند كله، والله ما اخلي لك شيء والله.
خليني اخذ برضو اللعبة حقتي قبل لا انساها. وش اسرق شيء ثاني؟ وش اسرق؟ وش اسرق؟ خلاص خلاص الحين هو بيجي ممكن باي لحظة. خليني اهرب بسرعة يا حبيبي، خليني ارجع البيت قبل لا يجي. يا ربي لا، وش والله وش والله وش يا اخي ماريو، هذا مرة محترف الصراحة، فذي الحلقة كان فايز علي يا اخي. يا ربي بس عاد ما في مشكلة، ذي المرة اتعلمت، لكن لو ما العب معه، لو العب معه مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، تسمعون تسمعون الضحكات؟ في واحد قاعد يضحك. بسم الله، معقول هذه الجنية هذه؟ بسم الله والله شكل الدوبية تضحك. بسم الله الرحمن الرحيم، والله هذا اللي يضحك. السلام عليكم، اتكلم والله بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الاخطبوط هذا يتكلم؟ والله في شيء غريب الصراحة، انا ماني عارف وش اللي يتكلم، ماني عارف. السلام عليكم، تعال 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 تعال، وش قاعد تسوي انت؟ ايش قاعد تسوي؟ تفرج فين؟ تفرج فين؟ تعال اتفرج فيك، كيف حالك اخوي العملاق الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماريو، ليش تخيل انت؟ بسم الله وش هذا؟ يا مسكين ماري، شو قصة صغيرة ماري؟ كيف كذا كيف كذا؟ دقيقة شوف شوف حجمك، شوف حجمك دقيقة. والله شوف، بسم الله والله شوف شوف شوف. أنا ماري القزم، ماري القزم. كيف تتخزم كذا؟ كيف كيف؟ شكلك مسوي حاجة، شكلك مسوي حاجة يا أخي. بسم الله لا ماني مسوي شيء، ما مسوي شيء، بس أنا حققت حلمي، صرت صغير صرت صغير. طيب طيب يا أخي خلاص، طيب مبروك مبروك، خلاص يلا روح روح، اطلع من الكوكب حقنا، أديك بالفأس هذا. يا اخي صار صغير، بس خلني الحين ارجع للبيت، لانه والله الصراحه ماريو صار صغير، انا ودي اصير صغير بعد يا اخي، ابغى اصير صغير كذا مره قزم، والله ودي ودي. بس يا اخي ماريو ماريو الصراحه ما ادري كيف سواه، ما ادري كيف سواه، غريب شيء شيء غريب جدا. ها وبيتي بيتي ايش مفتوح كذا؟ ايش مفتوح؟ والله غريب غريب، مين اللي فتح الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكل في وحش في البيت حقي، شكل في وحش في البيت حقي. من جد شكله في وحش في البيت يا اخي، فاتح لك الباب يا اخي. وش الوحش الحقير اللي فتح لك الباب؟ علمني وش تبغى وش تبغى وش تبغى. روح يلا يلا روح، ممنوع ممنوع دخول الاطفال، ممنوع دخول الاطفال يا حبيبي حبيبي، وش عندك الماضي؟ اطلع ممنوع دخول الاطفال، اطلع من هنا اطلع من هنا. والله ما تمسكني، والله اطلع قزم ماري قزم القزم، اطلع اطلع من هنا اطلع من هنا. وخر وخر، وش بتسوي يا ربي المزعج يا ربي؟ دقيقة دقيقة لا لا يا غبي يا غبي، ما في دايم، لا الخزنة مفتوحة مفتوحة الخزنة يا ربي، ما في دايم، ما في دايم، ما في شيء والله. شوف الدايم انا انقلت الصندوق، انت ما تعرفه في الصندوق، ما تعرفه ما وين، لان انا عارف والله انا عارف انا عارف اصلا عارف عارف اصلا. انا اخذت دايم منك، خذت لقيت لي ستاك دايم، شوف شوف من اللي اخذته؟ دقيقة وش اللي معك الثاني هذا؟ والله ما شفت اللعبة حقتي، انا شفت اللعبة حقتي، تعال تعال هذه لعبة حقتك، هذا الارنب حقي، انت اللي سرقته يا سرقان. طيب والالوان والالوان ومربع الالوان الالوان، دقيقة انظر انظر، انا شفت شيء معك، والله شفت شيء معك. وش اسرق وش اسرق وش اسرق؟ دقيقة اطلع اطلع اقول لك اطلع اطلع، تعال والله تعال اعطي كرسي حقي، اعطي كرسي حقي. يلا 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 يلا، وين بتطلع وين بتطلع وين بتطلع؟ طيب طيب دقيقة خليني اراقب خليني اراقب، بس الجناح مسكين. انا اخذت الدايم من هنا، ليش اخذت الدايم من هنا؟ والله اخذت الدايم، كشفتني كشفتني، انا كشفتك انت اللي علمتني يا اخي. وين خلاص خلاص، امسك الدايم، حطه في الصندوق، حطه في الصندوق، يلا حطه في الصندوق. في اكثر في اربع استكات، في اربع استكات، حطها كلها. سمعت؟ طيب طيب. اوه هلا والله، هلا هلا هلا، وش ذا؟ خلاص حطيتها كلها، وين وين؟ ما في غير استك واحد. لا 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 ماريو، لا لا هذا السلاح قاد في اللعب، لا لا تستخدمه، لا 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 قاد في اللعب، لا لا النار الحريق النار الحريق يا ولد. بسم الله والله لا 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 يا ولد يا مجروح، لا 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 وقف وقف، النار الحريق النار الحريق، شباب يا ربي يا ربي، ماريو ماريو لا 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 يا ولد، ايش اسوي وش اسوي؟ طف النار طف النار يا ربي يا ربي، النار الحريق شغال، النار الحريق النار الحريق، معليش معليش طف النيران، هذا ماري جاب العيد. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، النار الحريق والله كويس اني شغال. بسم الله بسم الله، قمت قمت كل شيء، الحمد لله خلاص خلاص الحمد لله خلاص خلاص الحمد لله. يبغالي يبغالي طف النيران، في نار زياده الظاهر الظاهر، في نار زياده، اي والله في نار زياده، يا ولد في نار زياده، وقف وقف خلاص الحمد لله، خلص خلص كل شيء بسم الله. لا والله في نيران هنا بعد، يا ربي يا ربي خلاص وقف وقف وقف.
وقف لي الحمد لله اخيرا وقف الانذار اخيرا. يعني كذا انا طفيت كل النيران اللي في البيت حقي لاني انا مركب الانذار الخارق هذا الكويس اللي يعلمنا اذا في اي نار في البيت حقي، لاني انا ما ابغى بيتي ينحرق. بيتي الجميل هذا ما ابغى ينحرق ابدا ابدا، بيتي احسن بيت في الحياه، ما ابغى شيء شيء. بس والله ماري عصبي صراحه، عصبي ليش تسوي فيني زي كذا؟ ليش تاخذ الدم حقي وتقتل علي؟ صار لما صار صغير صار مزعج مره مزعج. انتم تلاحظون تلاحظون، بس انا والله لو اذيكم والله لاصير مزعج اكثر منه. راح اعرف كيف صار صغير كذا واصير صغير زي يا حبيب، وراح ازعج اقوى انزعاج في الحياه صدقوني، ما راح اخليه بفيلته هذه. بس لازم اول شيء اعرف وين كيف صار كذا. قبل لا اعرف الطريقه ابغاكم تشتركون في القناه وتفعلوا زر التنبيهات، وانا بروح على ماريو ببحث كيف سوى هذه الحركه، كيف سواها. لازم اروح من ورا البيت ابشيك بسمع واكيد اكيد بيعلمني اكيد بيعلمني. وين راح هذا؟ وين راح ماريو؟ هذا هو. الحمد لله اني حصلتك يا ارنوبي، والله ما كنت ادري ان لويجي الشرير ما اخذك. بس تصدق شيء؟ دقيقة انا شكلي بخليك تصير قزم زيي، وش رايك اخذك لعند البحيرة الذهبية وحولك القزم؟ والله ذهبية؟ والله شكلي باخذك واخليك تصير قزم. خلنا نروح الارنب حق القزم، قول الارنب حق اصلا صغير. خلنا نشوف فين يروح. والله شكل في بحيرة ذهبية يا ولد، معقولة؟ خلنا نشوف كويس. الحمد لله انا جيت في الوقت المناسب. خلنا نشوف الدرب نجرب يا حبيبي، نجرب البحيرة ذي حقته. وين رايح هذا؟ وين رايح؟ خلنا نشوف الويجي اللي يراقبنا الان. لا مو قاعد يراقبنا، يلا بسرعة خلنا نروح يا حبيبي، خلنا نروح للبحيرة الذهبية. وين رايح هذا في الغابة؟ دقيقة لازم اطير طيران. وين بيروح؟ وش البحيرة الذهبية ذي الغريبة؟ بسم الله وين راح؟ وين ماريو؟ والله لازم ابحث عنه يا ولد، لازم. ما ادري يا ولد ما ادري. بسم الله الرحمن الرحيم، وين رايح؟ والله ذكوك رايح بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نتجسس عليه قبل لا يدري. اشوف وين. تعالي يا ارنوبتي، تعالي يا ارنوبتي، وصلنا البحيرة. تعالي يلا خلنا نلتقي البحيرة. واو بسم الله الرحمن الرحيم، والله في بحيرة هنا. ليش ما صار برق؟ ليه ما طلعتي يا ارنوبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكله ما يصير الا على الناس اللي زيكي. يا ربي خلني اطلع خلاص ارجع البيت، والله ما في اي فايده، والله ما في اي فايده. معقوله هذه البحيره هي اللي خلت صغير؟ دقيقه لازم اروح اشرب منها الصراحه، اول مره اشوف بحيره ذهبيه كذا. واو بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا ندخل. والله طعمه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا شايف كذا ست. بسم الله والله حسني صغير، ست صغير. السلام عليكم، انا والله والله ست صغير. يا سلام ما شاء الله تبارك الله، والله دي كويس اني صرت صغير دحين. والله اروح اتفاهم مع ماري انا بالفأس هذا الكبير العملاق، بضرب ماري وبقول له شاف يا ماري شاف، مو بس انت صرت صغير، والله لو اوريك لازيزك زي ما تزعجني. هو غبي علمني كيف اصير صغير، صدقوني راح اوريه. بس اول شيء ابغى اوريكم شيء جبته امس انا الصراحه بستخدمه عشان ازعج ماري، ازعجه والله ما اخليه ابدا يستانس زي ما ازعجني. بس دقيقه اول شيء بكلم عمنا شبير ان شاء الله مع هذيك الاداه، ان شاء الله معه لاني احتاجها. والله الاداء بتعجبكم، انا متاكد انها بتعجبكم. سلام عليكم يا عمر الشبيل، سلام عليكم يا عمر الشبيل، تعال بكلمك. ايش تبي يا اخي؟ ايش تبي؟ تعال يا عمر الشبيل تعال. سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا. ها سلام عليكم. ها سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك صاير قزم؟ تعال انزل وقف جنب الورده هذه، وقف. تلقاني تشوفني انا ورا الورده بنت صاير تتخبى جنب الورده. بسم الله ايش صاير كذا قزم انت؟ ليش؟ وش فيك؟ اسمع يا عمر الشبيل، انا اعلمك بعدين. بس ابغى منك طلب، عندك البودره السحريه ولا ما عندك البودره السحريه؟ تكفى قول لي عندك. عندي، بس ايش تبي فيها؟ علمني. لا والله ابغى فيه شيء مره كويس. مالك؟ ما عندي. طيب شكرا لك، ما منك فايده والله. عفوا. تعال والله اضربك بالبيض، تعال. لا بطحنك بالسكين هذه. والله اوري انا الصراحه ابغى ابحث عن البودره السحريه هذه عشان اوريكم وش ابغى اسوي. انا عندي شيء هنا الحين اوريكم اياه، تشوفوني. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا حطيت الظاهر انا حطيت هنا في الصندوق، اشوف. هذا هو يا حبيبي، شفتوا هذه الأداة؟ بستخدمها بكرة بإذن الله في الحلقة القادمة عشان أطقطق على ماريو. والله لأزعجه، أخذيه يتوب المرة الجاية ما يطقطق علي. والله
طحت، يبغى انتبه لاني صغير صارت طيحات قويه. هذا انت باي بيعطيكم الف عافيه للمشاهده، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر التنبيهات وترقبوا الحلقه القادمه باذن الله. راح اوري ماري كيف الدلع، والله لا اوريه.